طبعا رحلة طويلة قامت بيها سيدة أم كلثوم في هذا المجال، حتى أصبحت في النهاية رئيسة اللجنة النقابية الحرف اليدوية. هي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم. يا أهلا بيكي. عايزين نتعرف ونعرف الناس كمان عن رحلتك مع الأعمال اليدوية والحرف والمشغولات. وأنا أولا يعني أنا اتولدت في أسوان، محافظة أسوان المركز، في قرية صغيرة جدا. فطبعا احنا انا نوبيه اصلا، فطبيعه النوبه عندنا فيها الالوان وفيها الخامات المطلوبه اللي انت يعني تتهيأ بيها انك تعمل اي حاجه، اي حاجه حتى لو مش حاجه مرتبه. فالشغف جاني من ده، كنت بلاحظ ان في شويه حاجات كده المفروض ان احنا لو عملناها نفضل نتسلى فيها في البيت واحنا وصغيرين، كلعبه كاي حاجه. وبعدين اتطورت معايا، كل ما بكبر كل ما بفهم اكتر، وكل ما الحياه بتساعدني اكتر ان انا افهم الحاجه دي وقيمتها ايه وطلبها ايه في الدنيا او طلبها ايه في الحياه في المجتمع. طيب، من زمان خالص المصري القديم كان بيلبس لبس يعني شكله شبه الحاجات اللي بتعمليها على خرز النول، يعني اعتقد ان انت اعادتي احياء تراث كان ابتدى يبقى مش موجود. بالظبط يا فندم، بالظبط. وهو ده يمكن هدفي الوحيد او الهدف الاساسي ليا، ان انا اتجهت للحرفه دي. الحرفه دي حرفه تراثيه، وكانوا الملكات زمان كانوا بيلبسوها كحزمه، كلبس يعني بتكون هيئتهم حلوه جدا. ولدرجه ان انا رحت زرت المتحف عندنا هنا في اسوان، المتحف النوبي، لقيت فيه فعلا مومياوات لابسين الطقم جميل جدا بحرفية يعني متقنة جدا، فده عجبني. فقلت ليه لأ، ليه ما تكونش هوايتي هي دي، الأساس بتاعي هو ده وابني عليه كل حاجة. فابتديت إن أنا طبعا أقرأ كتير، عملت سيرش عن الموضوع، لقيت إن هو أصلا حاجة فرعونية وحاجة كانت مميزة جدا، إن ملكات بيلبسوها دي ليها يعني محور تاني خالص، اتجاه تاني خالص، فده عجبني. ابتديت ان انا اعمل طبعا في رياده الاعمال عشان اقوي طبعا المعرفه مع العلم، بتكون حلوه جدا اكيد. فدخلت الاثنين مع بعض. ده عظيم جدا. الجميل كمان في الموضوع انه النجاح لم يقتصر عليكي فقط، او لم يعني لتستاثري بالنجاح وحدك، يعني حضرتك قررت انك تعلمي كل السيدات والفتيات هذه الحرف، حفاظا طبعا حتى لا تتعرض للاندثار، وفي نفس الوقت عشان يكون ليهم مصدر دخل. ازاي ده بيتم؟ بالظبط. يعني هو المفروض ان انا لما اكون متعلمه حرفه، عشان لو وقفت عليا انا بس ما ينفعش، لان هي كده كده انا بعرضها للاندثار. لا، انا عايزه احيي الحرفه دي وعايزاها تستمر معايا، ولان هي اصلا مش موجوده او مش كتير بيتعلموها او مش كتير على معرفه بيها. لان انا كنت بتعرض في الاول خالص ان انا اقول انا شغاله خرز، فكان في استهانه، ايه يعني خرز؟ فلا، لما عرفوا يعني ايه خرز، ولما انا كنت بعمل على النول امشي فيه في الشارع مثلا بيه في الشارع، يسالوني هو ايه ده، ايه التابلو ده، ده جميل جدا، بتعمليه ازاي؟ ما شاء الله. تسلم ايديكي الاستاذه ام كلثوم تاج السر، رئيس اللجنه النقابيه للحرف اليدويه باسوان. شكرا ليكي على محاوله احياء أو المحافظة على التراث اللي موجود عندك. شكرا جزيلا.